إني لأنظر إلى الفلوجة كما نظرت بالأمس القريب إلى الرماد وأهالي الفرات، وأقول لكم إن أبواب الفلوجة مفتوحة لكم، ادخلوها ببنادقكم محررين، توكلوا على الله، فوالله إن أبواب النصر مشرعة لكم. يا خيل الله أسرجي، ويا غارة الله جد السير مسرحة يا غارة الله. سنقتحم الإرهاب في خنادقه، سنبقع عينه ونبتر يده. تذكروا إنها الفلوجة، المنابر والمساجد والقباب، إنها الفلوجة بين رصاصتين، بين ذباحين ومذبوحين. تذكروا أطفالكم النائمين تحت ركام منازلهم، تذكروا دموع الأطفال، دموع الشيوخ، دموع الأمهات، بكاء النكالة، عويل النساء في المخيمات. تذكروا كل هذا وانتفضوا، فإن موعد النصر قريب.